مرحبا، عملت بوست على الفيسبوك بدي اضحككم شوي. يعني عملت بوست على الفيسبوك، ف في ناس عم تسأل عن مبادئ البرمجة وهي الشغلات، يعني انه شو اللغة الافضل لتدخل بمجال البرمجة واي افضل، يعني هيك اسئلة. يعني ففي شخص معين بعت لي رسالة، شخص بعت لي رسالة، وحدة بعت لي رسالة سألتني السؤال ما له طعمة، يعني طبعا ما له طعمة، شو الفرق بين البرمجة وبرمجة النظام أو هيك شيء، أو مبرمج النظام أو هيك شيء، يعني برمجة الأنظمة مبرمج النظام أو هيك شيء. فسؤال ما له طعمة، فسألته شو معناتها كذا، فبلشت تحكي إنه سي بلس بلس هي أحسن لغة، وصار يعني بعد ما ناقشنا الموضوع شوي يعني صارت تحكي انه هي شو بيفهمك انت. يعني انا يعني اشتغلت 13 سنه باكبر شركه بعد ما درست، يعني خلصت جامعه وبعدين رحت اشتغلت باكبر الشركات 13 سنه، واجي شخص مثلا او اجت وحده مثلا انه شافت لها شي فيديو على اليوتيوب انه سي بلس بلس هي احسن لغه. انا ما عندي شيء ضد اللغه طبعا، فا يا اما بتكون درست لها بشي جامعه، هونيك الاساس بيكون من ايام السبعينات الثمانينات يعني على التقنيات القديمة يعني أو التسعينات. فعم يعطوا نصائح ما لها طعم، يعني بين هاي النصائح إنه سي بلس بلس هي أحسن لغة وهيك شي. يعني أنا ما عندي شي ضد اللغة يعني، بس دائما بيجوك هدول الناس اللي لا بيقرأوا لا بيدرسوا ولا بيشتغلوا وبيبنوا آراءهم بناء على فيديو شافوه، هلا بيجوا بشوفوا فيديو تاني بيناقضوا حاليا. فالتعلم ما في شيء اسمه بالتعلم، ما فيك تناقض، يعني ما فيك تناقش شيء اذا ما انك فهمانه، خاصة انه مبتدئين. يعني ممكن تطرح فكرة، ممكن تسأل سؤال ايه، بس مو تفرض رأيك انه لا هي وتضحك على يعني على مؤاخذة شخص وشايف فيديو على اليوتيوب، شي توتوريال شي فيديو تعليمي على اليوتيوب وعم يناقش شخص صار 13 سنة بالمجال. يعني فدائما راح اشوفها في يعني من المستحيل لا ترضي الكل. فالمهم دائما لما كنت تاخذوا نصيحه عن البرمجه، خصيصا البرمجه والتقنيات يعني بشكل عام، مجال البرمجه عم يتقدم بشكل بسرعه هائله. دائما 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 في لغات برمجه عم تطلع جديده، عم تطلع دائما، بيكون في دائما في تحديثات على لغات البرمجه، دائما في مكتبات برمجيه عم تطلع جديده، دائما بيكون في تحديثات عليها، كمان دائما بيكون في فريم وركس جديده. فدائما بيكون في شيء تعديل عليها، تحديثات. فما فيك تاخذ رايك من استاذ بالجامعه، هدول الاستاذ الجامعه هدول شاطرين بس يعطوا علامات فقط لا غير، يعني لا رأي. حتى اذا بتشوفوا بالجامعه، الجامعه ليست مطلوبه بمجال البرمجه، الجامعه ليست مطلوبه، حد لكم اياها، الجامعه شهاده الجامعه ليست مطلوبه بمجال البرمجه. فيك تاخذ نفس الراتب ويمكن احسن راتب من شخص خلص جامعه اذا عندك خبره. فالمبدأ الأساسي أو النقطة الأساسية أنه يكون عندك خبرة وليس الشهادة الجامعية. هذا الحكي هذا ما عاد يمشي، على خاصة بالشركات، شركات البرمجة ما بيمشي، الشهادة ما لها طعمة إذا ما بيجي مع، أو إذا بتجي هي مع الخبرة إيه، ما بتجي بلا خبرة، بيجي بس الخبرة بلا شهادة نفس الشيء تماما. فالجامعة ما راح تعلمكم تعملوا مصاري، الجامعة بس تعلمكم تكونوا موظف بشكل عام، يعني تعلم هي نفذ الاوامر تصير موظف مطيع. حتى دائما اذا بتشوفوا بحكي عن اذا بدك تعمل مصاري كثير او كذا، الجامعه ما انا المكان اللي ممكن تحصل فيه على المعلومه الصح مشان تجمع المصاري او مشان يصير معك يصير حالتك ماديه افضل. حتى اذا بتشوفوا انه كل اساس الجامعه دوبها تاكل، يعني في اساس جامعه ما تاكل بس بيكون عليها قروض على البنك، بيكون عليها ديون، بيكون عليها، يعني ما فيكم تاخذوا نصيحة من هدول العالم. يعني بدنا تاخذوا النصائح دائما من الناس اللي بيكون عندها خبرة عملية بسوق العمل، لأنه هدفكم أنتم إنه تفوتوا على سوق العمل، مو هدفكم تروحوا تتفصحوا على شي حدا إنه تعرفوا مثلا تقنية أحسن تقنية أو تعرفوا تقنية أكثر من تقنية. أنتم هدفكم أنتم تعلموا البرمجة وتفوتوا على سوق العمل تطلعوا منه مصاري. أي شيء ما بيطلع مصاري ما بيسوي نص فرنك، اي شيء ما بيطلع مصاري حتى لو بتحبه ما بيصير نص فرنك، لانه بدك تاكل بدك تشرب بدك تدفع
اجرة البيت، او بدك تشتري بيت، او بدك تشتري سيارة، بدك تطلع مع عائلتك، تطلع مشوار، تطلع تاكل برا، تكزدر، هذا كله مصاري. ما فيك تروح تشتغل شغلة بتحبها هيك بس لأنه بتحبها. هي أكثر الأغلاط يعني بيفكروها الناس، إنه لازم يشتغلوا الشيء اللي بيحبوه. فالمهم، بتمنى إذا عندكم أسئلة عن ال عن ال عن يعني إذا بدكم تاخذوا نصيحة، خذوها من شخص عنده خبرة عملية بسوق العمل، يعني متعامل مع البروجكت مانجرز، متعاون مع البرودكت اونرز، متعاون مع الكلاينتس، مع الزبائن، متعاون يعني هو حتى عمل لحاله مشاريع كتير، فبتاخذ نص نصيحة منه كونه هو باع المشروع، عمل مصاري منه، يعني طلع منه مصاري، فبيعطيكم نصيحة وين بتبلش، وين فيك تعمل مشروع لك بأسرع وقت ممكن. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك، تعملوا شير، تشتركوا بالقناة إذا عجبكم المحتوى، إذا عجبكم الفيديو. شكرا كثير لكم.